مرحبا في الجزء الثاني من جي دي تي. عرفت شكون اللي باش يبحث الجاي؟ هو دي جي بتاعنا على السنجل اللي كان حاطه طبعا. مرحبا الجزء الثاني من جي دي تي. برشا جو طايرين الاولاد الكل هنا خاطر معنا دي زانفيتي محلاهم. محلاها هلا نور، محلاها من الشرميتي، محلاها سحر حامد، ومحلاكم انتم الببريك اللي حاضر معنا في دياركم قاعدين تتفرجوا به. أمين توحشتوا الجو هذا ولا؟ إيه شو يعمل فيه؟ جو استاذ والله متعب مع الزواج. أنا بلعب يا شرميتي. شو هذا؟ والله جمهور أسعد فيكم ما راوهاش ما راوهاش ما راوهاش اللقطة كيفاش أمين تاع الببليك طاح معاك. لا غالب ها؟ باهي. أمين الشرميتي جينيراسيون جديدة تاع الوليدات الصغار تاع توا ما عادش ما يتذكروش إنجازاتك الكبيرة. مع ليتوال هذاك علاش حابين نذكروهم أيه. واكيد الجماعه وسبيسيالمون لي زيتواليست اللي تفرجوا فينا توا وحبي المنتخب زاد اللي يشوفوا الفيتير هذايا باش يفرحوا برشا معاك. خليك تفرج فيه وراجعين تمشي. فرحانينهم على الاخر. انا نعتبرك من اقوى مجابه كره القدم التونسيه. معناتها بالرسمي نعتبرك من اقوى مجابه كره القدم التونسيه. وفرحان الحاجه انه في غياب امين استاد نسلم عليها ونقول لها خليك بلاصه. كره برشا الجمهور ولا يحب ليتوال هنا. طبعا مشيت امينه ولا يحبوا ليتوال. ما فهمتش المشكله. المسيرين القدم مش باهين حبوا المسيرين الجدد يحبوا الابطال. بس وحده وحده هذا ذاك وحده. يخص بعض الحلقه وحده. امين امين هات نبداو الساعه بالجديد الساعه المنتخب الوطني التونسي. ما تبش تكون واضح مع الساده المشاهدين وقت يصوروا في الحلقه راه ما نعرفوش نتيجه المنتخب. دونك والله ما نعرف لا تعادلنا لا ربحنا ان شاء الله ما خسرنا ان شاء الله يا رب يكونوا ربحنا ان شاء الله. ربحنا 2-1 بقطع النظر فانه مجموعه يترشحوا منها ثلاثه. وبرشا كلام قاعد يتقال على الحسابات نتاع المجموعه نتاعنا اللي موجوده في الكان. نترشحوا الثانيين خير، لا نترشحوا الاولانيين خير، ليه نترشحوا الثالثين ينجم يكون اصعب. معناتها ندخل فيها الحسابات هذه ولا سايب هو اكيد. هو ديجا اول حاجه نتمناو احنا المنتخب يكون حاضر كما يلزم البارح يفرح التوانسة الكل البارح البارح نوثق البارح و سيرتو في الامبيونس الخايبه اللي مرت بها تونس والناس الكل متعطشه باش تفرح. توا الامل الوحيد مع المنتخب اي مع الكوباراب رينا معناتها فهمنا شفنا في الكوباراب الناس الكل رجعت يعني وراء المنتخب. باركور باهي برشا تمنينا لو كان فزنا بالكاس هذيك. جات توا الكاس افريقيه شفنا توا النيفو ماهوش ياسر كبير برشا بالنسبه للفرق الكل لي ناسيون الكل في ظروف الكورونا والمشاكل اللي صايره توا والعديد من الاصابات. هل كان من اجل تاجيلها الكندا؟ هو كان من اجل تاجيلها لكن كما شفت انت الشيء اللي عمله ايتو والبريسيون الكبيره اللي عملها على الكاف وعلى الفيفا خلت انه تفرجت في ما تفرجتش في الباساج نتاع عمار جمال معانا لهنا وتفرجت في رضوان الفالحي تفرجت ما توقيت حوار الصراحه مع امين الشرميتي برا رجال كذاوي يا منير بس حوار الصراحه مع امين الشرميتي حنا بعد مريض بالكورونا ونقولوا ان شاء الله لاباس برا والتحق بالمنتخب الوطني التونسي. يوسف المساكني نهار الاثنين التحق بالمنتخب الوطني التونسي. فرجاني سيسي مرض قبلهم ومش موجود في القائمة نتاع المنتخب الوطني التونسي. هذا ما يطرح عديد الأسئلة. هل تطرح معي أسئلة أنت ولا نطرح معك الأسئلة. نطرح أنا وياك الأسئلة مع بعض. أنا مانيش ملم الحق نتاع ربي. ما أنت عندك حق في جوكير وغيرك هكا بعدين. ما تنجم عندك جوكير بركة الانترفيو كامل تنجم تستعمله. أخطر ما تعلاش فرجاني سيسي ما مشاش كيما البقية. أبي نجاوبك يعني بصراحة. أي. نتصور بال شو هل هو كورونا كما قال منذر كبير؟ لا ما نتصورش. ستان شوا شوا نتاع مدرب و شوا تكتيك ولا شوا نتاع فيستير؟ مش نقول لك شوا نتاع مدرب سولون البريسيون اللي صارت من الجمهور ومن الناس تحب بريسيون تاع شوا توا احنا ولينا نتاثروا برشا بالميديا الحقيقه معناتها هل يتحمل خيبه ولازم ديما راهو ايش نقول لك اخفاق في الحصول على الكاس فرجاني سيسي وحده؟ ديما لازم ثم شكون يهزها وحتى حد ما يشك في الكاليتي نتاع فرجاني اللي باركور نتاعو لازم الناس الكل نحترموها مع ان جراتيتيود كبيره. مش مشكل في الفيستير في الجيني سيسي مش لا لا هاو من الكاركتير اللي نعرفه هو ونعرف شخصيته يعني متربي برشا ماهوش من الجو هذا حسب ما اعتقادي حسب ما تعرف انت. ايه. انت مهاجم. ايه. المهاجم يعرف المهاجم. اكيد. المهاجم من الوقفه ومن الجريه نتاع المهاجم يقول لك انا هو يلعب وانا هو البناك نتاعو. بن سيف الدين الجزيري
ووهبي الخزن شكون بناك تاع شكون؟ حط سيف. اش بين حديتك؟ حط سيف. سيف خاطر توا في كورة تصاعدية. سيف معناتها يلعب هو. يلعب خاطر أول حاجة وهبي ماهوش عندك كون دو بوانت. و في المنتخب يلعب اتاكون بوانت. نقول لك في سانت إتيان ما يلعبش كمهاجم. لا نحكي على في المنتخب أنا جو بريفير يلعب سيف سيرتو أنه هو توا في كورب تصاعدية يعني لصق تصاعدي قاعد لقى الكونفيونس لقى لي روبير نتاعو مش بالسير سيرتو أول ديما كمهاجم. في آخر حوار لي مع هادي زعيم كان تعدى قال أنا باش نكون على البنك وما عندي حتى مشكل. إيه أكيد لازم هو تتجرأ لازم باش نكون على بنك الاحتياط. إيه ما أنا جو بريفير يلعب هو وياخذ الريسبونسابيليتي نتاعو سيرتو أنه كان تخمم لبعيد. ما عندناش مهاجمين تو في المنتخب علاش لا باش هو يتحمل مسؤوليته. باهي سكروا شابيتر المنتخب الوطني التونسي كما قلت للاسف ما نعرفوش النتيجه تاع المباراه دونك ما نجمش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي برشا دونك ما عندناش النتيجه نتاعو. باهي نحكيو على حاجات عمرها ما تحكيت قبل معاك. امين الشرميتي البدايات نتاعو كانت في البطاحي كاي كوارجي تونسي. اه امين الشرميتي كان يلعب في الكوره بالسرقه على دارهم بعد مشى للنادي الافريقي مش عمل تيست كمان اللي بقي انت. اول حاجه انا من العائله نتاعي يعني امي معلمه والوالد مهندس كيما تعرف مش كيما وقتها ثم ليزاكاديمي والناس الكل مهتمه وتحب تطلع اولادها جوارات ونرم معلم ومهندس ومعلمه ما يحبوش ولدهم زاد قبل يطلع كوارج. كانت الكره حاجه سيكوندير سورتو القرايه. انا امي وقتها نقول لها ما راهي كوره هكا توصلني تقري برا كان باش تقريت على روحك خير. كنت عندنا يعني بطحه قدام الدار ديما نلعب وامي تخرج لي من قبل ما يجي الوالد 6 نتاع العشيه تخرج لي تتصفق لي يعني ما تعيطش تصفق لي معناها روح بوك باش يجي نزل على الجنب ونكمل نروح ناكل مكتب من ربي و يومين ايوا هذاك علاش طلع يجري برشا والله عندك الزوز يجريوا برشا هو مارتينز لاعب نيجيريا قبل ما عندهم نفس الالور في الجري ما مارتينز امه كانت تضرب فيه مش بوه امه زاد كان مساهمه زاد في نجاحه وكان بعد دخلت بشويه الكره بسرقه على الوالد في بلوشبيه كان يقول لي وين تمشي نقول له ماشي الريفز وانا وقتها نترينا بتي تابتي بالعرق نقول له فيزيك هذاك بالعرق فيزيك بعد كيف بيا كانت المفاهمه اني نوفق بين الزوز و باهي مشيت للكلوب علاش مشيت للكلوب؟ بديت في القروانه بديتي في جيسكا وجا وقت ما يعملوا لي تيست في الجمعيات الكبار علاش ما مشيتش مثلا لسبيرونس؟ لا. لا لا نحترمها بالعكس قلت لي لا لا نتاع معناتها لا امبوسيبل لا ما جاتش الفكره لا مش ما جاتش الفكره انا ما تعرفش هذاك عليه لا مشيت كانت البوسيبيليتي وقتها مشيت لتوال وما تقبلتش ومشيت للكلوب افريكا عمل تيست. ما تقبلتش من الكلوب كنت تمشي لاسبيرونس ولا؟ لا صعيب برشا. صعب في كونكور ديوان والله صعيب برشا خاطر كنت اريار جوش وكملت وقتها في القروان. علاش لاسبيرونس لا؟ هكا نحترمها كجمعيه كبيره ونتصور اي واحد يتمنى يلعب في لاسبيرونس. انا كنت من الصغر نحب ليتوال. ما تلي حبلي توال مش عارف توال ما نجمش يلعب في الاسبيرونس لا سيد مجي تراوي حبلي توال في الاسبيرونس نحترمه هذاك سي شوا بيرسونيل اما كل واحد البرنسيب نتاعو مع احترامات يعني تعرف انت عندك جوكير ذكر انت عندك جوكير تنجم تستعمل به مشيت لريتوال انا باش نختزل معناتها المسافات مشى للنادي الافريقي باش يعمل تيست رفضوه في النادي الافريقي قالوا مستواك لا يسمح انك تكون مع ريال جوش خاطرني كنت ريال جوش عملت تيست اون تونك ريال جوش كملت كملت في جي اس كا هو اسباب فهمت شكون طلع كاتاكون بعد؟ كاتاكون اونترونور سي عثمان وقتها كانت عندي كاليتي نجري برشا وديما نماركي دونك قال لك خلينا نجربوا كاتاكون ظهر فيك مغروم بالفيفا قبل نعش برو قبل لك اللي روبرتو كاروس يلعبوها تاكون مستلهم الفكره دورني من غادي قال لك كارير جوش برشا عاونتني برشا في بقيه الكارير بتاعي خاصه انه كنت العقليه نتاع مدافع دونك نعرف المدافع كيفاش يخمم خلتني كي لعبت تاكون مشيت لليتوال من بعد وكانت انجازات كبيره برشا ليتوال معناتها مع الاهلي المصري كاس العالم للانديه ذكريات ما تنساش بكل بالنسبه ليك مع ليتوال ما العباد ما يعرفوش وهذا اللي باش نقولوا لاول مره في تنبكك مع ليتوال والتتويجات قداش كنت تخلص؟ 1000 دينار مليون مليون وانت هازز تشامبيونز ليج ومشارك في كأس العالم للأندية الفيفا كان كنت ناخذ في العام بريم سيناتور 15000 دينار باه تاخذ في مليون كانت عندك كهرباء ولا لا كنت نتنقل باش نمشي لونتريمون سوا مع الأولاد في التاكسي ولا الواجب بلاصة
وانت تلعب في كاس العالم للانديه وكنت في الواج وكان روح القروان كنت راح في الواج. باش نذكرك في موقف بكيت فيه في كاس العالم كمل بحكايه وحدك ولا اعطيك دي زانديس كلي؟ مادام قلت بكيت نتصور في ماتش هذا في ماتش في كاس العالم علاش؟ هو سبب طريف جدا ذاك العباد ما يعرفوش. بكيت على خاطر خسرنا الماتش. كي خسرنا الماتش خسرت بريم كبير. قد ايه البريم الكبير؟ 15000 دينار. نزل لها وقتها ايه باش نكمل شي بها كرم. عام ماش عام 2007 2008 ما عندهاش برشا 2008 معناتها 2008 2008 كانت فما فلوس متكلمة. في 15 مليون ما حتى شيء مليون حتى شيء 15 مليون 15 مليون توا ماهيش فلوس توا 2008 بكيت على الخساره ولا بكيت على 15 مليون؟ خاطر بكيت على الخساره اللي ما خلتنيش ناخذ 15000 دينار. بعد مشيت الاحتراف ما تبدلت الحكايه معاك. الاحتراف اللهم صلي على النبي ربي يزيدك مانيش نحكي لك على فلوس في الاحتراف بينك وبين ربي هذاك هو اللي دخلني معاك. شوف مين يحسب لا لا خلينا في المليون وفي 15 مليون حد غادي. غزل يمين هو حاجه راهو ما توصل لو تريو نيفو تعمل كارير كبيره اما شوف كيفاش بديت بيان سور خاطر راه بوكو ساكريفيس الناس يشوفوا توا انا ماذا بيت عادي ميساج تعرف شكون في اللي جون يتفرجوا توا مش في انا ديما نحكي لهم انا قبل ما نمشي نلتحق بالنجم رضي الساحلي تعاقبت وقعدت يعني عام كامل وحدي نترينا وتعديت بيريود صعيبه ديبرسيون وعملت الباك نتاعي خذيت باك مات سي با ايفيدون باش تمشي ليتوال جمعيه كبيره وقت النهار الاولاني كي دخلت الفيستير باش نحكي لك معناها حشمت باش نبدل دبشي بحذاه. شكون اللي كان حاضر بالسيرة؟ شكون ما كانش حاضر؟ سمي لك صابر صابر بن فرج سيف غزال ايميكا يعني جوالات الحقيقه كنت نتفرج عليهم وانا صغير يعني ما تحشمتش وانا صغير قلت لك والله حشمت باش نبدل بحذاهم مشيت كي دخلت اصلا ممكن ما غزروليش ولا انا هكا صغير داخل دخلت الفيستير بتاع كادر الماتريال باش نبدل دبشة ما حشمت ومش عارف وين نقعد يعني ها ها بالرسمي تربية صحيحة معناتها اليوم تلقى ملاعب مازال ما بداش يكور معناتها مازال داخل يترانا ومرايات تقول بار بريز وير باس هاك كنت تختار وين تشوف هاك تشوف يا لا انا مالا ملاعب انا ما نبدلش قدامك بي نبدل واحد يعني نبدل واحد فلوش فلوش كزيد. هل تعرضت للعنصريه في الاحتراف؟ اي تعرضنا سي جراف راه كلمه عنصريه تعرضنا سيرتو تبدا وحدك تصور انت في زوريخ منهم جريده خرجت علينا هذه البليك معروفه برشا تصويرتنا على جمل ولا انت وش انا شيخاوي تصوير الصحراء وعلى جمل وروحوا معناتها برا وروحوا برا روحوا. هل صحيح المدرب نتاعك قال لك ما لعبش العرب؟ تعاركت معاه منهم واحد قال لي تصور في اول كونتاكت على السلامه على السلامه قال لي راه ما نحبش التوانسه قلت له مانيش تونسي قلت له مانيش تونسي قلت له مانيش تونسي يعطيك الصحة انا من دابا انا قصدك الله يربي بدي راهو نتعرضوا برشا حاجات ثم الكواليس اللي في الكورة راهو ساعات يجي كونترونور من أول نظرة ما يقبلكش وقعد تحارب وحدك هذايا في زوريخ معناتها داير نسلموا عليه برشا شيخاوي كان قاعد يتفرج فينا ياسين وشاكر ونفحة نسلموا عليه برشا وبلي معناتها سؤال في الكواليس قاله لك زياد ماذا بيا عاودوا تو على ياسين شيخاوي عاودوا معناتها فيك تبارك الله 10 انت وياسين 10 كبيره برشا قلت له ياسين هكا صعيب وكل قليله لا ياسين هذا هو السؤال كور على برشا بالحق فلته من الفلتات اللي لعبت معاه مش انا يعني نحكي يعني بصراحه عندك زوز اللي لعبت معاهم وحاجه اخرى عندك يوسف المساكني ما شاء الله عليه عنده كاليتي كبيره برشا وياسين شيخ ياسين تضرب برشا حاجه اخرى ياسين لو كان زيدان تونس كان نجم يكون زيدان معناتها بطريقه ما نكذبش عليك ممكن ينجم يعمل اللي مع اللي عمله تو صلاح ولا الحاجه لو كان لي بلوسيور حاجه ما هل في الدنيا سؤال زيد حشمش يسالك سؤال كي نساله قبيله هل في الدنيا ياسين شيخاوي معناتها مسكرك هيك صعيب هذاك اش قلت لا مش صعيب معناتها يشد يعطيك تريحه معناتها دينيا مسكر معاش هو متدين وما لي كول برشا نفدلكو كيما الناس الكل نلعبوا انا متاكد باش خرج لي جوكير تو هو حاجتين يا باش تلقى روحك نعرف اللي ليه يا باش تكذب عليه باش تخرج الجوكير ما نزيدش تعطيه الحكايه ما نكذبش عليك كذب حتى الموضوع ما يهمكش انت لا قل لي معناتها جو بريفير كما يهمكش انت نصورك تخرج الجوكير خمم بالله قبل ما تجاوبني هل صحيح انه ياسين الشيخاوي جمعيته المفضله
في الأصل هو مكشخ. ليلة جوكيرة هاوكا. هاوكا جوكيرة هاوكا. لا حب لي تولى. أنا مالنا شوية سسبانسك سكتة شوية. ظهر تفرج في البرنامج يعرف مريف بلاي تحية ليه تبارك الله عليك معناتها شارك البرنامج بالكدير باهي وفيها حوار صراحة من قالت نجم كبداو يا منير رحم والديك وحط الفاتحة تحت التابي وفيها حوار صراحة باهي قبل ما تعدل تيكو تاك انا وعدتك بزوز فيديوهات هكا ولا شوكير قاعد معناتها خليه نجم يستعملوا توا مازال يفرش باش تجاوبني على هذا يا ساعة الفيديو الأولى خليك تتفرج فيها وأعطيني رأيك أنت. الفيديو الأولى لمدرب نجم ربي الساحلي سابقا فوزي البنزرتي في الكواليس قال كلام يبدو أنه معناتها قراف شوية ترى خلينا نشوفهم بعض الكلام اللي قالوا الفيديو الإكستريه. أما يا بدر إذا باش تبدل لي أعطيني كيف فوزي يا بدر شنيا الداعي أما تورنوفر تانيتي سبا تورنوفر تانيتي سبا فما في لي تورنوا الحاجة تخليه يكبش فيها كي كسر القاعدة مرتين ولا ثلاثة نذكر ماتش كونتر بن قرداد بدل خمسة خسر دوك اخويا ما عادش نبدل نحسن لا ما نصورش شنو ما تصورش تسمع بودنيك احكي لي حاجه اخرى ما نصورش انه ما بيقول يعني ثم فلوس مسيبه يعني بنقدرش نمشي عند انا ماتش مبيوع لحظه ماتش مبيوع ما نصورش انا هو العهده على مره ويره خاص ساعات يمشي في الميكرو نجم يكون هو يفدلك بها اما الكلام واضح سمعناه انت تعرفوا فوزي بنزرتي نعرفوا تعرف معناها كذا كتعمل ماتش نول معاه ولا انا لعبت معاه ديجا نحاولوا نربحوا باش لا لي شيء باش ما نتعذبوش وما نراوش الوجه الاخر نتاع مش بعد خليك قدام ثلاثه فرضيات فماش الرابعه فرضيه رقم واحد انه مش واعي وقال كلام فماش فرضيه لا واعي كلام واحد وقالوا هكاك اثنين الكلام اللي قالوا صحيح وقالوا ثلاثه ما عرفش انا ما يقصدش ما يقصدش ما نقصدش اللي قالوا كان ما يقصدش لا بالرسمي لا منهم ثلاثة فماش فرضية واضح خطر ايش نقول لك ما تصيرش هو ضر بعض الجمعية كبيرة عاش كان ريت تجيب توضيح هو كما تكلمت خير فوزي نجم رولاشمون ريت توضيح نتاعو شنو قال بعد ولا كان سكت خير فوزي لا لا معناتها قال فوزي بنزرتي بعد قال بما معناه قال لي خاطر رئيس الجمعية طلبني وقال لي نبدلوا مع انا ملاعبيه مضروبين لا انا ما تشوفش نجم يلعب بنجم يلعب بكيف هو هذيك تلعب بها مبيوع فوزي بها صغيرك انا صدقت انا صدقتك تو انت ما فهمتش بيه. صدقت ولا انا صدقت صدقت صادق فوزي بتلا ولا قلب صادق به صعب ما صدقتش زيد دونك عندك منير بن صالحه فوزي ما صدقتهمش بالله نحب نعرف حاجه مبيوع لا معناتها او خذا فلوس ولا مبيوع على المصلحه ولا تمرجي مصالح متبادله اولا نقول فوالا فوالا معناتها لغه كرويه ما تصارش كان على خاطر كره في فلوس لا لا فلوس لا مستحيل خاطر فلوس به بقى ما عرفش معناتها شنو تبعات هذا به الفيديو الثانيه كالعاده لامر يهم حد داخل النجم الرياضي الساحلي هو الفيديو هذا اليوم كلمة الحق ما عادش نقولوه يحضر لك في بلاتو احتمالش عامل او في راس السيد هذايا وشنو مي خاطر اي ناس ولات تجيك كنت تقصد لاسعد خشم ويكاس مستر من بعد مسحان من بعد يجي يحكي على لاسعد دريت يلزمك تفهم انت اليوم في تونس ولينا نجيو نعملوا حملة على ريزو سوسيو الجمهور خاطيه مسكين ونتلموا بريتشي مدرب مازال ما بداتش الشامبيونات والناس تنبر على مدرب اللي العام الفات خذا جمعيه سيزيام وصل بها دوزيام حتى نهى حد ما يجيك يعطيك حقك بالنسبه لك انت خاطر لا عندك باجيت تضرب عليك ولا عندك حد ولا تقعد في قعداتهم ولا تعطي حتى تحت الطاوله ولا تعمل في حد شيء وحتى كي يجي حد سوا ديزون من الكبارات ما يعطيكش حقك فما جمعيات ذروها اولادها لا سعد شكون تحكي على شو اسمه هذا زياد الجزيري عمره ما قام بكري ولا يقوم لي بكري باش يحكي لا سعد عامله واللي يكلم فيا باش يقول لي انت راك هكا وهكا فرش عليه الفيديو البارح خليك تعليق انا وعدي نزيد ديما في هذا شان داخل نجم ساحلي قاعد نحترمه برشا مدرب سابق نجم الرياضي الساحلي مسير وليجوند في الاتوال وانت خويا ولد الاتوال انا ما عندي حتى دخل انا البريود اللي هو فيها الاسعد كمتراس الاطار الفني بريسيون كبيره صارت عليه تعرف سوسه راهو سخونه جوها خاطر الناس الكل تحب نجم الرياضي الساحلي ماهوش كما
في تونس ولا في جمعيات اخرين البريسيو تبدا ابرك شويه ابرك غادي تخرج من الدار تلقى كان اللي يحب لي توال دونك اللي باش يقول لك في بلاصه يقول لك صباح خير يقول لك شبيك عملت هكا وشبيك هكا والناس الكل لي ريزو سوسيو كتعرف توا الناس الكل على بعضها الحاجه الوحيده اللي هذاك رايه نحترمه احترمه رايه اما ثم كلام ما يلزموش يتقال والكوزين انترن انه مصحن ولا من اللي هو سي سافي بريفي شي مصحن ما فهمتش وشنو قال؟ كفتيجي خلاص مصحن ما يتهزش فهمت؟ اه معناها ثم كلام حسيته اور اللي حاب يوصله يركض على صحن هو ملي صغير فانا زياد ما عادش حد اظل انا نجم يكون اظل نجم يكون الضر صغير زياد حطوه في صحن نجم يكون الضر من برشا ناس اما انا اون طونك ايتواليست ما نجمش نحكي الكوزين انتر ما يجيش باش نقولوا انه شكون يتحكم في التشكيله ولا هذا راهي الناس الكل بارتو احنا في تونس ما نصورش وانت تعرف هذا الشيء يجري في دم تعرف شنو ما هبش تشكيلات هو شكون؟ زياد راهو اي واحد يتدخل في يتدخل احنا في تونس كلهم يتدخلوا لا فما دي زونترينور فوزي اللي تحكي عليه من باب المستحيلات لا والله ماتش صحيح لا لا ماتش مليون ماتش اي ما كونش هكا اما ماتش يبدا ديسيزيف ما يدخل حد لا والله يدخل نعطيك انا لا فما دي زونترينور لا سعد ما يحب حد يدخله في التشكيله نتاعه فما تعرف انت دي زونترينور نعرف ما يدخلوش هل زياد جزير يتحمل مسؤوليه التشكيله اللي هبطت كونتر الاهلي و3 6 اها عشانت كنت كلينا خسرنا وروحنا هذيك الكواليس نخليوها عنا صحيح تهو صحيح كوزين انتر والله الحقيقه صراحه بس ثقه بالله على بيشو كوزين لاعب دبلوماسي جدا مش حكايه دبلوماسي نجم انا هذه يعني لازم تكون ثقافه انت تعرف انت ماك مثقف عاد انت انت وبعلوش زوز مثقفين اوكي ما شوف احنا في ثم جمعيات اللي ما تسمعش عليهم حتى اخبر انا اسبيرونس ما تسمع عليها حتى اخبر اسبيرونس تاكل بعضها تسكر غير لا ما مشوز لازم حتى في ليتوال ما نجمش حكيت تصير ديفون اللي يحكي في الكوزين انترن عنده مشكله فيه هو واضح به تيك تاك عندك الحق في ثلاث ثواني تفكير والاجابه نتاعك ما تفوتش خمسه ثواني ماتش ما تنساهش اربعه فينال تشامبيونز ليج مع الاهلي المصري والبونتويت اللي ماركيتهم انت بيان سور خلص خلص عليك كان هذا من اقوى ماتشات اللي عديتهم في تاريخ كاريري كمذيع رياضي كنت انا المعلق على ماتش الفينال في الاذاعه وكنت انا اللي علقت على البون تويت نتاعك انت وقداش فرحت برشا مع البون تويت نتاعك مانيفيك وقداش عملتوا حاجه كبيره برشا وقتها وكتونسي حسيت روحي فخور بالنجم الرياضي السياحي دونك باللي جينيراسيون هذيك نحب تصفيق عليها ميرسي وبارك الله فيكم على تويتر اللي جبتوه تو شو يقول لك اسمع شو يقول لك مكشخ ويقول برافو اللي تقول بيزار لا لا معناتها وقت الرافيه تونس لا الرافيه تونس تلعب انا وقت تلعب تروح مع البوكا زاد لا لا الماتش هذاك رجعته هدف ما تنساش نصور وراوا ماتش هذاك خاطر تحت وقمت تحت وقمت به فرصه ضايعه ندمت عليها مع المنتخب انا هاي في الكوب دافريك اللي بعدها بالضبط صار كونتر كونتر غيني اللي خسرنا 2-1 2-1 صار هو خسرنا داروا علينا هو خسرنا بلا لاعب لعب معاك تعتبره قدوة شيخاوي ياسين شيخاوي ربي برشا لاعب ماهوش في الايطوال لعب معاك تعتبره قدوة ما نتذكرش ما تذكرش ما تو تيك تاك معناها مش تيك تاك صايب برشا بس لا هذيك هي كان ما تذكرش ما تفهمش لاعب تعتبره مستقبل كرة قدم تونسية حاليا لا هو حر نسمع حتى حد ماكش ترى مازلت ما ريتش مازلت ما ريتش علاش ما جاوب علاش ما جاوبتنيش حنا بها لا اظلي الجور تالونتيو عنده مستقبل باهي مازلنا نستناو فيه منه برشا حاجات ماهوش يلعب توا كاساسي وانت عمك تعتبره مستقبل كره قدم تونسيه ولا ديما مادام شرميتي اكيد ايوا يقولوا شكون ولد عمك اي يوسف ولد ولد عم بابا ولد عمي خاطر احنا قراب برشا في العائله وين يلعب يلعب في البرتغال فوالا في سبورتينغ ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ربي يوفقك احسن مدرب لعبت عنده جاء او تصويره حطيناه فوزي البنزرتي فوزي البنزرتي افضل مدرب اكثر جمهور يتخاف كي تلعب ضده الكلوب قلق جمهور نادي الافريقي الجمعيه الوحيده اللي عمرك ما تلبس مديول نتاعها مشكلة جوكير نتاع قبيلة هذاك لا فرشنا به لا اوفا خرج الجوكير ما دام خرج الجوكير ينهى هذا الحوار بهذا هذا الجوكير ما لازم يستعملوا الجوكير لازم يستعملوا الجوكير في الاخر لا لا معناتها كان فماش جوكير ما عملنا حتى شيء يا جماعه ملقحين وباس سانيتير نتاعكم موجود ولا في بالكم فما شكون الجمعه اللي فاتت كان مكورن معناتها لهنا معنا توا معنا لهنا مازال لا مش لتوا كان توا مش موجود
شكون؟ اللي مولا العام معناتها ملي كان مريض وبرايز يده. أنا كنت مريضة وبرايز. شكلها تفاجأ. شكون مريض؟ هاي هاي بحكي. وعلاش إيه؟ أمور. برات سي هادي الشيء اللي يقعد عليه. برات أخي هكا تو. فلا برات ما عندها شيء، برات ما عندها حتى شيء. هكا تو. ليه ماخذة كات فاكسان أنا؟ أي نلقها أربع مرات. وما جاتني حتى تو نشم ونذوق بقدر انت الكورونا بقدر اربع فاكسينات سلم ونقروح بالبرد ما جاتنيش السخانه جمله وعملت تيست كيك صدفه ترجع هي اربعه يا اخي مش قالوا ثلاثه صدفه قالت لك عملت صدفه ليه كنت في دبي مسجل في استوديو كنت زرقوا لي ديكس فور باش يخرج صوتي قالوا لي ما زرقكش لبتي سبيسيال مشيت عملت تيست رابيد لقيت روحي بوزيتيف بوزيتيف ما عندي حتى شيء اي ماذا عندها برشا قداش عندها الحكايه قلت البارح برس العام خلاص العام فوالا هذا لاباس نرجع نقرب عليك السلايم كي يعمل عمله من العمايل فيما يخص التلقيح وكيما يخص الكورونا وكيما يخص عنده برشا ما ضحك ما قدموك شوفوا الفيتير هذا ورجعيت تو دسويت فاكر السادة المشاهدين اللي تبعثوا ابل اس ام اس على 85810 تربح 100 مليون كاملة 100 مليون اللي كنت امر بحظوظك ودعنا الفقر باي باي ابل اس ام اس على 85 810 راجعين بعد الاشهار